حاسه انه انا ما بدي اسافر لانه بصراحه يعني كل شيء صار موجود. We don't need to travel anymore. I was raised here, and a few years ago we weren't even allowed to listen to music. So this is like a heaven. This is like a, I don't know, I can't even explain it to you. You can't imagine it. I swear. شيء كمان رهيب، زمان ما كان مسموح، الآن قمة المتعة. I think إنه هذا هو الحلم في الويكند، إنه نجي نقضي وقت زي كذا حلو. حقيقة مبسوطة إنه صار أقدر أجي من جدة، مكان قريب وأستمتع بوقتي ويكون في له ألعاب وفي له أكتيفيتيز. والحياة في طبيعية نورمال، لأنه سابق ما كانت الحياة نورمال بهذا الشكل. ما كنت متخيل، يعني أنا كنت إذا بفكر في شيء زي كده كان لازم أفكر خارج المملكة.